قال برضو في كلمة مقتطبة جدا لرئيس جمهورية مصر العربية وسعادة وزير نائب وزير الخارجية السفير إسامة شلتوت. كلمة قصيرة في دقيقتين. وزير خارجية مصر، ممثل خارجية دولة مصر العربية السفير أسامة شلتوت. فخامة الفريق أول سيلفا كير مير ديت رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيق، فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة جمهورية السودان الشقيق، سعادة الدكتور رياق مشار النائب الأول رئيس جمهورية جنوب السودان الشقيق، سعادة الفريق أول محمد حمدان نقلو نائب الأول رئيس مجلس السيادة، دولة الرئيس الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء جمهورية السودان الشقيق ورئيس منظمة الإيجاد، السيد المستشار توت جلواك رئيس لجنة الوساطة، السادة قادة ورؤساء الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، السيدات والسادة الحضور الكريم، يشرفني أن أنقل إليكم رسالة تحية واعتزاز من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر إلى السيد الرئيس سيلفا كير مير ديت رئيس جمهورية جنوب السودان وإلى شعب جنوب السودان الشقيق وإلى رئيس وأعضاء لجنة الوساطة لما بذلوه من جهد مقدر ومثمن في استضافة جولات تفاوض بين الأطراف الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام على مدار فترة امتدت إلى عام. اسمحوا لي أن أهنئكم على هذا النجاح الذي حققته جنوب السودان رغم تحدياتها الداخلية المرتبطة بتنفيذ استحقاقات السلام المنشط. ورسالة التحية والإعزاز موصولة أيضا إلى فخامة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأعضاء وحكومة وشعب السودان الشقيق، مثمنا ما حققه السودان من خطوات مقدرة من أجل بناء سودان جديد قائم على أسس ديمقراطية يسود العدالة والمساواة والحرية، مع إيلاء أولوية خاصة لتحقيق السلام الشامل المستدام في ربوع السودان وبقيادة وملكية السودان للمفاوضات بالرغم من المصاعب الاقتصادية والتحديات المرتبطة بجائحة الكورونا التي تواجه السودان. إن السودان الشقيق في منعطف تاريخي حيث يشهد اليوم مرحلة جديدة في حاضره يخطو بها بثقة نحو مستقبل تنعم جموعه بالاستقرار والأمن. أن المفاوضات كانت شاقة وشائكة وخاطبت جذور إشكاليات الحروب والنزاعات للمرة الأولى، وقد بذلت مصر مساعي حميدة منذ اجتماعات القاهرة والعين السخنة لتوحيد صفوف الجبهة الثورية، وظلت على تواصل دائم مع الحكومة السودانية ولجنة الوساطة طوال عملية التفاوض ومع الحركات المسلحة والقوى السياسية، وبإرادة سياسية وعزيمة قوية من جميع الأطراف استطاعت أن تجنح إلى السلام وأن تعلو فوق الخلافات حتى السودان الجديد. وندعو من هذا المنبر كافة الأطراف غير منضوية في هذا الاتفاق لتنضم إلى ركب السلام وتستأنف عملية التفاوض في أقرب فرصة ممكنة حتى يمهد الطريق لمسيرة البناء والإعمار والتنمية في كافة أركان السودان. إن مصر لن تألو جهدا في دعم أشقائنا بالسودان، وتظل مصر داعمة لاستقرارها وحريصة على حاضرها ومستقبلها، وستقف مصر بجانب أشقائها في السودان لمساندتهم في تنفيذ اتفاق السلام. حيث يجب أن يتحلى الجميع بالصبر أمام التحديات القادمة ومواجهتها بروح الثورة وعزيمة أبنائها. وفي الختام أدعو الله أن يكلل جهود أبناء السودان المخلصة بكل التوفيق، وأن يكون يومنا هذا بداية مرحلة جديدة
لينعم السودان بالسلام والاستقرار والأمن والأمان، وأن يحقق ما يصب إليه من استحقاقات المرحلة الانتقالية. ولا يفوتني تقديم الشكر مرة أخرى إلى جنوب السودان تحت قيادة الرئيس سيلفا كير مياردت، وإلى شعب الجنوب السودان على كرم الضيافة وحسن استقبال. شكرا. كلمة ممثل دولة جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا.